نتحرك نتاعنا من اجل اصدار القائمة النهائية لشهداء وجرحى الثورة. عندنا بريس كان مدينا التحرك هذا والاعتصامات والوقفات وزيارات المجلس النواب واتحاد عام الشغل رئاسة الجمهورية رئاسة الحكومة. قبلنا مدير ديوان كلمت انا سيد يوسف الشاهد معناتها مباشرة هو جاي يدشن في مركب رياضي بدوار هيشر قال لي في جانف معناتها قلت له القائمة النهائية وقتاش قال لي في قال لي في جانف فهمتني وقفنا كل شيء وقفنا احتجاجات وقفنا اعتصامات معناتها عملنا وقفه للتذكير قبل 14 جانفي باش يتذكر ولا سبحان ربي ينسى فهمتني وقفنا كل شيء ما رانا اللي وفات جانفي ما صار حتى شيء. حبينا القائمه تخرج في الرائد الرسمي وعدنا رئيس الشاهد رئيس الحكومه اليوم عندنا عامين ما حبسش القائمه تخرج واحنا كل يوم واحنا هنا احنا اللي كنت نمشي بلاش عكاز تو اللي تهاني بالعكاز نمشي وتو ما ناس مسلمين وما ناس مستسلمين لا مسلمين ولا مستسلمين ولدي لو كانوا نكونوا في الكرارس الى حد الان عندنا 8 سنين ما نعرفوش شكون شهيد وشكون جريح. الدوله ماهيش مستعرفه بالحاجه ذي. الحاجه الوحيده انا مستعرف بها الدوله هي اصدار قائمه نهائيه للشهداء وجرحى الثوره. 4 سنين تخدم فيها لجنه تعاقبوا عليها 3 رؤساء في الاخر يجي سي بودربالا يجيب نسخ لرئيس الجمهوريه رئيس الحكومه رئيس مجلس النواب. الى حد الان ما راه معناتها وقت تكلم السيد رئيس الجمهوريه قال احنا من غدوه نهبطوها سيئه معناتها قلنا صفا وكبش يهبطها من غدوه فهمت توا عندها بريسك عام الى حد الان ما ثم حتى كلام عليه. واحنا جينا هنا فما شكون اب شهيد صب على روحه لصونس خاطر حد ما خرج لنا وحد كنجو هنا ما استعرف بينا حتى واحد نحب نعرف القائمه عليه القائمه حبش يخرجها باش يصحح عليه هو ماهوش هو اللي باش يخرجها هو باش يصحح عليه القائمة كهو تخرج القائمة في الرائد الرسمي نحبوا نعرف قول لنا كان تخدم بها وخرج لنا قول لنا راه دمكم قاعدين نخدموا به تميك احنا نفهموا من ساقينا من روسنا نعرف اولادنا ما هم شهداء اليوم كيف احنا دفعنا الدم لتونس اذا يا خويا قلت لنا كملوا علينا احنا قتلونا علاه مرضنا احنا هكا علاه قائمة تو نخرجوا فيها بس قلت اعطيني الكرسي خليني انا نبقى عليه الكرسي ما حسش بيه لا تعطيني تونس ولا تعطيني كرسي احنا دمنا تبزع في تونس احنا ولاد تونس. كلم سياد الدهماني قال لما على العال يظهروا ناقصين في القصر وخافوا من القصر وخافوا من الظلو وخافوا من كذا ما نعرف شنو قلت هذه قائمه خدمتها لجنه مستقله الاعضاء نتاعها جايين من كل وزاره لجنه مستقله خدمتها اش دخلك فيها انت مش تحمل مسؤوليتها تحمل مسؤوليتها اللجنه هي اللجنه اللي فرزت وخدمة القائمة ذي هي اللي تحمل مسؤوليتها انت عليك انك تهبطها في الرائد الرسمي صح اكا احنا ديما نمت واحنا ديما نعيطوا يا اعطونا قائمة اعطونا حقوقنا اعطونا قائمة عليه هما ماتوا اول الثورة اول الثورة 2011 حلمي 13 جونفي مات في شارع ليون قدام الحماية فهمتني الدفينة نتاعو صارت قدام الداخلية 14 جونفي نهار اللي هرب المخلوع فهمتني لهذه ساعة أنا ما عندي حتى ربو حق قلوبنا وقت تحزر ما ناس مستسلمين وما ناس مستسلمين وما ناس خايفين ما احنا بطلب الكرتوس وستايرت وضربت هم عبادة ضربت حتى ضربت برصاص فهمتني احنا ما ناس لا مسلمين ولا خايفين ولا مستسلمين احنا نحب القائمة تخرج اليوم قبل غدوة القائمة يخرجها لنا ما عاد نحبوا حتى شيء معاش مؤخرين التالي ما زلت العباد القد ما راهي